الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. مع قناتكم قناة الملكة والأمير، كمعتدنا كل يوم بقراءة السنكسار المقدس. السنكسار 1 أكتوبر 2022، اليوم 21 من الشهر المبارك. تقول أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي. في هذا اليوم، اليوم الجميل، اليوم العظيم، لدينا أخبار جميلة جدا 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 لدى الطفل شنودة. ولكن بعد قراءة هذا السنكسار، في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الزكية مريم والدة الإله الكلمة أم الرحمة الحنونة، شفاعتها تكون معنا آمين. وفي هذا اليوم من سنة 357 ميلاديا استشهد القديس الجليل كبريانوس والقديسة يوستينا. كان كبريانوس كافرا وساحرا، تعلم السحر ببلاد المغرب حتى فاق في أطرافه، ثم حمله الغرور بمقدرته أن يذهب إلى أنطاكيا ليتحدى من فيها من السحرة ويفتخر عليهم بعلمه. ولما وصلها شاع ذكره وبلغ مسامع شاب من أولاد أكابرها، كان قد هوي شابة مسيحية عذراء تدعى يوستينا. كان قد رآها أثناء ذهابها إلى البيعة فالتهب قلبه بحبها، ولكنه لم يبلغ منها مقربه لا بالمال ولا بالتهديد ولا بالسحر، فقصد ذلك الساحر وشكى له حاله لعله يستميل قلب يوستينا إليه ويبلغ منها مراده. فوعده كبريانوس ببلوغ أمله، ثم استعمل كل أساليب سحره فلم يفلح، لأنه كلما أرسل إليها قوة من الشياطين يجدونها قائمة تصلي فيعودون بالخيبة. ولما عجز دعا الشياطين وقال لهم إن لم تحضروا إلي يوستينا أعطنك المسيحية. فاستنبط كبير الشياطين حيلة بخدعة يخدعه بها، وذلك إنه أمر أحد جنوده أن يتزينوا بزيها ويظهر في صورتها ويأتيه، ثم سبق فأعلم كبريانوس بمجيئها ففرح وظل يراقبها. وإذ بذا الشيطان المشتبه بها أو المتشبه بها فقد دخل إليه، ففرح كبريانوس وقام ليعانقها، ولعظم التهاب بها قال لها مرحبا بسيدة النساء يوستينا. فعند ذكر اسمها فقد انحل الشيطان المتشبه بها وفاحت منه رائحة كريهة. فعلم كبريانوس إنها خدعة من الشيطان الذي لم يستطع أن يقب قبال ذكر اسمها، فقام لوقته وأحرق كتبه وتعمد من بطريرك أنطاكيا الذي ألبسه لباس الرهبنة، وبعد ذلك رسمه شماسا فقسا. ولما تقدم في الفضيلة وفي علوم البيعة جعلوه أسقفا على قرطاجنة سنة 351 ميلاديا، وأخذ القديسة يوستينا وأقامها رئيسة على دير للراهبات هناك. ولما اجتمع المجمع المقدس بقرطناجة كان هذا القديس أحد المجتمعين فيه. ولما علم بهذا الملك دقيس استحضرهما وطلب منهما التبخير للأصنام، ولما لم يطع عقبهما عقوبات كثيرة، وأخيرا ضرب عنقيهما بحد السيف. صلتهما تكون معنا آمين، ولربنا المجد الدائم آمين. مقال يهز القلوب، نحن أولاد الشوارع. نداء لوزيرة التضامن الاجتماعي، هل تعرفي أن الألاف من الأطفال المفروض أنهم مثل المسلمين ولدوا بالفطرة مسلمين وهم الآن في رعاية شوارع مصر؟ الملاجئ في مصر فاضية، الحمد لله هيكونوا في الشوارع في رعاية شرعية. وأما إن لم تحسبهم الدولة إنهم مسلمين ولذلك تراقتهم في الشوارع، إذا إنهم باعتراف الدولة إنهم غير مسلمين. وبالتالي إنني أعلن حملة جمع أطفال الشوارع وتوزيعهم على العائلات القبطية، على الأقل سيجد قلوب رحيمة ورعاية ويصبحوا مواطنين مسيحيين صالحين. لا أعرف ما تفعلوا في
فهناك الآلاف من الأطفال في الشوارع بلا مأوى وبلا أدنى رعاية، يعيشون أقل ما يمكن أن يقال. ومع هذا لم تكشف وتشمر الدولة من زراعها أو عن زراعها، وتقوم بإدخالهم دور رعاية، إنما لأن الإسلام في خطر بسبب الطفل شنودة وجد في كنيسة احتضنته أم وأب من الكنيسة، وأصبح الموضوع هو إسلاما. ونداءات للسيد الرئيس الذي سمع للجميع مثل البائعات وسائقات التاكسي وراغبين الحج، وقام بلقائهم كرئيسا لكل المصريين، أن تسمع لصراخ الطفل شنودة وتعيد لحضن والدي. آه يا وطني الذي تتغذى الأديان على جسدك وتقتل روحك الوطنية ورقي أخلاقك، أنت أصبحت فقيرا لأن الفكر والصغير والضمير فقراء. قومي يا مصر، مصر بتناديكي لأجل حبي وعشقي لوطني. مصر أطلقوا قانون الإنسانية قبل أي شيء آخر. مقال فوق رائع. فيديو والد الطفل شنودة قرايب بيتجننوا، قالوا ازاي يبقى عندي ولد يورث ده كله، فعملوا محضر ضدي مش قادر استغنى عنه، وروحه بيا وروحي بيه. شغلت قضية الطفل شنودة الرأي العام في مصر وأغضبت الملايين، وحيث تم إبعاده عن الزوجان المسيحيان اللذان قام بتربيته بعدما عثر عليه رضيعا داخل الكنيسة، وإيداعه في ملجأ واعتباره مسلم بالفطرة. وقال فاروق فوزي بولس والد الطفل بالتبني خلال مقابلة مع جميع الجرائد المصرية: بعدما أخذت الطفل من الكنيسة وحرصت أن أربيه تربية جيدة وعملت له أسبوع وقدمت له حضانة ونادي لتعلم الكاراتيه، استخرجت له شهادة ميلاد ومنحته اسم، فالأقارب اتجننوا وقالوا إزاي يبقى عنده ولا يورث داخله. موضحا عملت محضر وربنا سترها معايا والنيابة وقفت معايا، بس خدوا مني شهودة وأنا مش قادر أستغنى عنه ولا هو يقدر يستغنى عني، روحي فيه وروحه فيا، أرجوكم انقذوني. أيضا من الأخبار والدة الطفل شنودة تناشد السيد الرئيس التدخل، قالوا لي صعب تشوفيه ده مسلم، وبقول لهم مسيحي ومسلم واحد وكلام كتير وهنسمعه. قالت السيدة أمال ميخائيل والدة الطفل شنودة بالتبني والذي عثر عليه رضيعا داخل الكنيسة وهي تنهار في البكاء، حيث انتزع فيه من حضنها وتم إيداعه بدور الرعاية بطلب من ربنا يتحنن عليها وشنودة يرجع لحضني. وفي خلال مداخلة مع جريدة المصري اليوم: لا أستطيع أن أرى وأسمع صوته، طلبنا أكثر من مرة أن نلتقي بالطفل ورفض المسؤولون بالملجأ وقالوا للطفل مسلم. وناشدت ميخائيل الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل حتى يعود الطفل لها هي وزوجها، مضيفا قالوا لي صعب تشوفيه ده مسلم، وأرد أقول ده مسلم ومسيحي اللي كلنا واحد، وبطلب من سيادة الرئيس يتحنن عليا ويرجع لي شنودة. أي مسؤول في الدولة يتدخل ويبص للطفل اللي لما يتربى وسط أهله هيكون له مستقبل ويتعلم أفضل ما يطلع متشرد. وعلق رواد التواصل الاجتماعي على تصريحات والدته بالتبني بتعاطف واضح مع كاتبة الصابرين محمد: ربنا يرضيك إن شاء الله وربنا يرحمنا برحمته. وعلق حساب باسم نادي عبد الله الرحمة: انتزعت من قلوب الناس، ارحموها من فضلكم واتقوا ربنا فيها. كمان عزة شاهين قالت: ربنا معاكم يا رب، كن معاهم وريح قلبهم واجعلهم ورجع لهم ابنهم. كمان باسم مورا: ربنا يرجع له لأهله اللي ربوه احسن من تربية الملاجئ، والف رحمة على الانسانية اللي ماتت في قلوب الناس. وكمان مدين معوض قالت: هيرجع باذن الله، انتم احن عليه من اللي رمته. نسيم الأهل حزن: ربنا يرجع لهم الدين لله، وأهم حاجة يطلع شخص صالح ينفع الوطن والمواطنين. نادية: ليه كده؟ من أجل الطمع في الأرض ضاعت طفل وضاعت الست دي ليه؟ بس لازم يوقف معاها الشعب المصري لاسترجاع الطفل، لازم إنسانة طيبة. يوسف الذهبي: يوسف يكفو الدمع من عينيا، يكفو الدمع في عينيا، ربنا عالم بالوجع في قلبها. في ناس بتخلف وترمي في الشوارع، ناس بتخلف وترمي في الشوارع، بس في قلوب رحيمة عليها ربنا يرحمنا برحمته الواسعة. فاتن بتقول: يرجع رحمة الله ولهم أوراق رسمية وإجراءات قانونية. محمد بيقول: المفروض دار الرعاية تسمح لهم بزيارة الطفل على الأقل مرتين في الأسبوع، ده يعتبر بمثابة الأبوين وليس الوالدين، صح؟ أمسة حنان: طالما لقوه في الكنيسة يبقى مسيحي، ليه مش بيدوا لهم الولد؟
بدل من بقى ده التوقيت في الاسره تحافظ عليه وتهتم بيه احسن من اي دار رعايه اسمها دي مسيحيه ومسلمه سبحان الله في قلبهم رحمه ايا كانت الديانه، فارق معاهم طفل ربوه بعكس الابهات اللي بتعتدي عليها بلذه اجمدهم وبتقتلهم. يا رب المسؤولين يستخدموا معاهم روح القانون وايا كانت الديانه ايه، يرجع لهم ابنها وبيكون في متابعه من التضامن لمثل هذه الحالات وجزاهم الله خير. ربنا ما يحرم اي حد من ضناء. واحمد قال ظلم والله لازم يرجع في حضنهم، الست دي حنينه وزوجها طيب باين عليهم قوي، ليه الالم ده والحزن لازم يرجع لحضنهم تاني. مراد يوسف بيقول نتمنى من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يسمع لينا ويتدخل لحل المشكله، الطفل لو يتربى عندهم احسن بكتير من انه يتربى في الملاجئ، دول احسن من اهله اللي رموه والام مش هي اللي خلفت، هي اللي ربت. وشغلت قضيه الطفل شنوده الراي العام في مصر واغضبت الملايين، حيث تم ايداعه في ملجا وابعاده عن الاسره المسيحيه اللي ربته، وكان وجد هذا الطفل رضيعا بحمام كنيسه منذ 4 سنوات، نعكس ان امه قد تكون هي من تركته، وطالما اختارت الكنيسه لترعاه فذلك يعني انها مسيحيه واحتضنت الطفل اسره المسيحيه لا تنجب وربته منذ ان كان رضيعا، الا ان الشرطه اخذته وارسلته لدار ايتام، وتم تغيير اسمه في الفور الى يوسف بدلا من شنوده واعتباره مسلم بالفطره. اعصار ايار المدمر بالفريده يدمر المدن ويحصد الارواح، بايدن اعلان المنطقه منكوبه والخسائر البشريه كبيره. الاعصار تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 2.5 مليون مبنى ويؤدي باضرار كارثيه غير مسبوقه بسبب اعصار ابان المدمر. قرر الرئيس الامريكي جو بايدن اعلان ولايه فلوريدا منطقه منكوبه، ونفذ الرئيس بايدن زياره الى مكاتب الوكاله الفيدراليه لاداره الدول الوقاره. ربما نحن نواجه أشرس إعصار في تاريخ فلوريدا، مضيفة المستقبل تقارير أولية بخصوص خسائر بشرية وأرجح أن الخسائر كبيرة. وكشف مسؤول في مقاطعة شارلوت غرب الولاية عن مصرع 6 أشخاص، وصرح متحدث باسم مقاطعة ويلسيا على الساحل الشرقي بأنه تم تسجيل أول حالة وفاة وجراء الإعصار لرجل عمره 72 سنة بعدما خرج ليفرغ حمام السباحة عن منزله خلال العاصفة. كما كشف مسؤول مقاطعة أسلايت في شرق الولاية عن مصرع نزيل بدار للمسنين، واكدت نائبه الرئيس الامريكي كامالا هاريس كما ذكرت فتاه قناه الحره الامريكيه ان اداره بايدن تعهدت بتقديم الدعم الفيدرالي للولايه المنكوبه التي اجتاحها اعصار ايبان او ايان، ونشدت المواطنين هناك بعدم رفض الاجلاء حفاظا على حد. مكشفه مسؤول الحمايه والاغاثه في ولايه فلوريدا عن استقبال الكثير من الاتصالات لاشخاص المحاصرين بمناطق قصرت فيها المياه، مؤكدا عدم جاهزيه الاجهزه المعنيه للانتشار بالمنطقه وانطلاق عمليه انقاذ المحاصرين قبل تقييم الاخطار، موضحا استمرار الاعصار في ضرب جنوب غرب فلوريدا مما جعل الشوارع تستحيل الى انهار الانهار. كما اوضح ان الاعصار نتج عن انقطاع التيار الكهربائي عن 2.5 مليون شخص، وانه يؤدي باضرار كارثيه غير معروفه. الفيضانات الكارثيه المدمره ضربت الولايه جراء الاعصار الذي ضعف قوته بعدما وصل الى اليابسه، لكنه لا يزال يعصف برياح قويه واستمر بسبب في التسبب بفيضانات غزيره. وتكثف السلطات الجهود لمجابهه مخاطر الاعصار، حيث تدعو السكان بترك المناطق التي تقع في طريق الاعصار، محذرا ان عمليات تنظيف ما يتسببه الاعصار لن تكون في فتره قصيره. وضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضيه بصور وفيديوهات ترصد الخسائر الكبيره التي تعرض لها سكان ولايه فلوريدا الامريكيه بسبب الاعصار ابان او ايان، الا ان الخساره التي تعرض لها رجل واحد كانت كبيره وغير معروفه كونها شملت سيارتي رولز وروايز تبلغ قيمتهم حوالي ملايين الدولارات. ووثق رجل يدعى ايراني وهو احد سكان فلوريدا خسارته بسهوله نشرها على حساب التواصل الاجتماعي والانستغرام تودر سياره من طراز ماكلرين بي وهي غارقة في الماء داخل المقرب قبل أن تجرف المياه إلى الخارج، وتظهر الصور السيارة وهي مأمورة بالمياه في الشوارع، ثم ظهرت في صورة أخرى وقعت في سيارة فوق كرسي منحط محطم بعد أن جفت المياه، وفي صورة أخرى ظهرت سيارة رولز رويس وهي مستقرة فوق شجرة بعد أن ضربت المياه. وهذه الأخبار وربنا يسترها علينا جميعا. أشكركم أحبائي وأعزائي ولكم من كل حب وتقدير، ما تنسوش اشتراككم في قناتكم قناة الملكة والأمير. توفيقك يا شاري نجيب ساويرس، انت من اعز الناس عندي، وما تفعله مع الناس الغلابه مسلمين ومسيحيين ربنا يجعله في ميزان حسناتك. وجه الاعلامي توفيقك يا شاري رساله لرجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس، وكتب عكاشة عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك الى المهندس نجيب ساويرس: تخيل تذكرتك الان، معرفش ايه بس بقول لك ان انت من اعز الناس عندي، وما تفعله من الناس الغلابة مسلمين ومسيحيين ربنا يجعله في ميزان حسناتك. أنا لا أقول سوى الحق وصدق، إذ بدر منك شيء وجب
نقضه سوف أنتقدك بكل شراسة وتحياتي، ونطلب منك التدخل يا نجيب ساويرس، كما تدخلت مع الإخوة المسلمات، وكما تدخلت مع فستان الفتاة الطالبة الجامعية. أين أنت من الشاب، سوري، من الطفل شنودة؟ أين أنت؟ لم تتحدث عنه أبدا. لماذا؟ هل أحد أمرك بأن لا تتدخل في الأمور؟ نعرف أنك رجل شجاع، نعرف أنك رجل قوي. نجيب ساويرس، نطلب منك التدخل وأن تناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاقاتك الطيبة معه. أحبائي وأعزائي، الدكتور منال بولس مكتوبة بالصاد، مش عارف إزاي رفض تنفيذ أوامر داعش بكل شجاعة، فعذبها التنظيم بوحشية وفعل معها أمر مشين. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور لصفحة كنيسة آيا صوفيا يتضمن نهاية الطبيبة العراقية نوال بولس التي استشهدت على يد التنظيم الفاشل الإرهابي الداعشي. وطلب رواد التواصل لها الرحمة، متذكرين المذابح التي ارتكبتها التنظيم مع دوم الرحمة بحق الأبرياء. وجاء بنص منشور الدكتورة نوال بولس، قطع رأسها بعد تعذيبها بوحشية، واحدة مما امتنعت عن علاج جراحية دواعش بالعراق. اختطفت دواعش مع طبيبين من أمام المستشفى الأهلي وسط الوصف، وبعد 3 أيام عثر الناس صباحا على رأسها مقطوعة ومعلقة من الشعر على باب جامع النبي شهيد. عرفنا لاحقا من أحد الطبيبين المختطفين أن الدكتور نوال رفضت علاج جراحي داعش، وكانت تلعنهم وترفض علاجهم بكل شجاعة، فاعتدوا عليها وعذبوها وقطعوا لسانها بالسكين وأذنيها وصدرها ثم ذبحوها. وليرحم الله روحك الطاهرة ويسكنك نعيم الفردوس، وربنا يعمل الصالح. يا رب ارحمنا، يا رب ارحم، 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 ارحمنا يا الله.